ذهبوا بهذا البيت الرائع أبدأ الدفاع عن موكلي، رغم أن موكلي يا سادة ليس بحاجة لدفاع، بل أنني رفضت تقاضي أي أتعاب في هذه القضية ليقيني بأن أي مليم سوف يدخل جيبي سيكون حراما. وسأوضح لحضراتكم إن كل أوراق القضية غير منطقية، وأدلة الاتهام التي ساقتها النيابة أدلة وهي مجرد كلام مرسل أونطة، يعني سواء تهمة القتل العمد أو التهمة الأخرى الخاصة بالإتجار بالمواد المخدرة والتي انساقت فيها النيابة وراء محضر فاسد الإجراءات ومخالف لكل القوانين والأعراف مما يهدمها جميعاً ويجعلها غير ذات موضوع. يا أستاذ ادخل في الموضوع لو سمحت. سيدي القاضي، حضرات المستشارين، احنا فعلاً جوه الموضوع، وأنا أوجه كلامي لعدالتكم، لعدالة منصتكم، للرأي العام، للشارع، لمصر كلها. يا أستاذ احنا هنا في محكمة مش على الهواء. سيدي القاضي، حضرات المستشارين، احنا فعلاً جوه المحكمة. خميس أبو سنة الشهير بأفندينا سليل عائلة كريمة عاشت تجاهد في خدمة هذا الوطن، أصحاب مصنع كبير المعسل، فتحين أبواب رزق لناس كتير، العمال رجال ونساء، شيوخ وأطفال. عشان كده أنا اعتبرت إن كل مليم حاخده من القضية دي حرام. خميس أبو سنة نموذج للشاب المناضل الذي كافح منذ الصغر ليصبح رمزاً قدوة، وهو تربية إيد سيدة كريمة، هي الست ضوية، هذه السيدة القاعدة اللي ربته أحسن تربية، باختصار جعلت منه راجل نفتخر بيه كلنا. ايه اللي انت بتهببه ده؟ انا معلمة؟ ايوه تعال. مال ايدك خرعة كده؟ اتفضل يا معلمة. افردها كده، ها؟ تخبط عليها كده وتكبسها، ايه؟ تسلك معاك. ومزانة فندينا يرضى عنك. ماشي يا حاج. مية مية معلمة. لهم يا رجالة، الوقت أزف. متقلقش يا معلم. يلا وقف. خبطت مع أولاد النوح؟ وهيبقوا جاهزين في الميعاد. 100 فار بيلعبوا في عبي لما بسمع سيرتهم. السوق ياما بيلم يا حاجة، واللي فلوسه حاضرة هو اللي بيشيل. دول ناس سكتهم عوجة ونيتهم وحشة. ملناش فيه، إحنا شغلنا نضيف منهم. ومزنع الشعراية، واللي هيفكر انه يقل معانا خلي عينك في وسط راسك، افرش نضرجية ياما عشان تأمن نفسك. حصل يا ست الكل، مش ناقص بس غير دعواتك. بتبارك يا حاجة، ربنا يجعل لك في كل خطوة سلامة. يلا يا رجالة. يلا ابو جمع. ابو سنة هات يا جمايل يا رب. خد بالك منك. متبارك يا حاجة. قضية أقل ما يقال عنها
إنها مهلهلة وبلا أسس، لا أدلة، لا قرائن، لا شهود، مجرد فخ تم نصبه لموكلي من ناس انعدمت ضمائرهم، ناس انتزعت من قلوبهم الرحمة وامتلأت حقد وكراهية. هم دول أعداء النجاح، بل أعداء الوطن. تمام يا فندينا، في ميعادك مظبوط، احنا كل شغلنا مظبوط. هطل طلع البضاعة الأول. وماله طل؟ بس سلم تستلم مش تلقف. أنا عارف وكمان جاهز، بس أحب أطمن. طمن وماله؟ ما ضرش. والله زماني غريب. خير خير. أصلي. حقك يا خميس. أصل يا غريب. أصل يا فندينا. حكومة! خيانة يا خميس، الفلوس كلها راحت. عملتها يا ابن النوح. لازم تهرب يا خميس، الحكومة طبت. أقول لك امشي. مكان يا خير روح لأمي. امشي. هتموت يا غريبة. امشي. يلا. قصصك خلص يبقى هتموت. غريب! لا 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 غريب! غريب! ارمي سلاح يا خميس! سلاح! لا!
ثم ان اهل المجني عليه ما اتهموش خميس ابو سنه بقتل ابنهم، بل على العكس كل اقوالهم لصالح موكلي، سيما وان الشهود وتحريات المباحث افادت ان موكلي لم يكن يقصد قتل المجني عليه. اما بالنسبه للتهمه الاخرى والخاصه بالاتجار بالمواد المخدره، فالمعمل الجنائي قد افاد بسلبيه جميع العينات المضبوطه، وده دليل فني ملزم للمحكمه يا فندم. يعني احنا في السليم يا سعاده الرئيس، وشكرا. الحكم يصدر بعد المداوله. رفعت الجلسه. كما بسم الله الرحمن الرحيم. بعد المداولة والاطلاع على أوراق الدعوة ومواد الاتهام وسماع المرافعة، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم خميس عنتر أبو سنة وشهرته أفندينا بالسجن 7 سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط. رفعت الجلسة. روح يا خير، ما تخليهاش تيجي تزورنا. ما تقلقش يا ابو جمعه، هيعدوا اهو. روح ياما. مع السلامه يا حبيبي. ريحيني. روح ياما. مع السلامه يا رب فينا. مع السلامه. مع الله، ده الرجالة كلها هنا برابطة المعلم. رجالة المعلم دهان البراني يا معلمي. كل عمره صاحب واجب، ما تفوتوش فوته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحب يا مرحب. جد؟ طول عمرك وادي أصول يا معلم دهان. تسلم يا معلم أبو سنة، ده يوم عيد ولازم كلتنا نفرح ونجاور الأحبة. يا مرحب، اتفضلوا. اتفضل. يا مرحب بالمعلمين، كراسي هنا يا ابني للمعلمين. يا مرحب يا مرحب. اتفضل يا معلم. هنبص بس على الرجاله يا معلم. يلا روح. يا مرحب يا مرحب. شايب حليب منه فيه واحلى حجر معسل. انا مزاج ده يا كوارع. مزاج الخير يا معلم، دي الحته كلها بتضربه. فين الشربات يا كوارع؟ واسقي الحته كلها. انا يا سيدي المعلمين. تعيش يا شلوفه، نجملك في الافراح ان شاء الله. الحته كلها لازم تفرح يا معلم، احنا هيجي لنا عز من افندينا. سقع شربات يا كوارع. كلفت نفسك يا معلم دهان، ما كانش له لازمه التعب ده كله. بتقول ايه يا معلم ابو سنه؟ الود ود الكل يجي ويبارك ويهني افندينا. ليه في كل بيت عربون محبه وفدان جمال. الدنيا من غيره خراب يا معلم ابو سنة. ايوه على قولك يا معلم، كانت ايام عجاف، لا تبل ريق ولا تريح بدن. الله لا يعود ايام. النار ما تحرقش مؤمن يا معلم ابو سنة، وهو العدل بان وقال كلمته، وافندينا خارج للكل. الحمد لله كله تمام يا معلمي، والرجاله مستعده. اه واللي هناك جاهزين وفي عرض اشاره منك يا معلم. تعال، عايزه اول ما يطل يلاقي الفرحة والبهجة مزوقة المنطقة كلها. عايزه يلاقي الفرحة بترقص قدام كل بيت. عايزه يشوف النور بيلعلط على مدد الشوف. النور اللي اتحرم منه في سنين الظلم اللي عاشها بعيد عننا. هاتها جمايل يا رب.
بره دوت يطير لك نافوخك؟ ما انت شايفه عاملين ازاي؟ فرحانين ياما، ده خميس اغلى رجاله الحته. لا خميس ولا جمعه يا حبيبتي، مالناش فيه، خلينا كده في حالنا ومتدارين كان بالحيطه. اهو ده اللي باخده منك، على طول كده متلبشه ودمك هربان. على ايه كل ده؟ على ايه كل ده يا نن عين امك؟ يا بنتي يا حبيبتي، احنا ولايه، والراجل اللي احنا مسنودين عليه مش حمل صوت طلقه من اللي بيتضربوا بره. اللي زي حالتنا لازم يقفل بقه على لقمته ويكن في حته يتدرى فيها. انا اتاخرت على المعهد، يا دوبك اتص وشي. فوتنا. نعم ياما، لسه في موشح منسي؟ الموشح ده يا حبيبه قلبي عشان تحطي عقلك في راسك، لا هو عايزه ولا تخاريف. هو انا بس عملت ايه لكل ده؟ جرايه يا بنت، انت فاكراني نايمه على وداني ولا مغميه عينيا؟ وحتى لو ده حصل هتروحي فين يا حسره؟ ده كلهم كم متر عمي نافدين على بعض، واللي متغطي بحيطان عريان. عايزه تقولي ايه بس ياما؟ صوره المحروس اللي انت مخبياها في دلابك عشان محدش يشوفها، ولا اللي كم هدمه جابهم لك زمان وصغروا عليكي وكل شويه تطلعيهم تشم فيهم زي الافلام؟ كل ده ملوش عوزه، دي حاجه تودي المورستان. انا مش فاهم، هو سحرك ولا قاري عليك يا بنتي؟ ده ما خش الهباب اللي هو فيه، ما كانتش ضفايرك اتحلت ولا كان عودك اتصاب؟ حصل ده كله امتى وازاي وليه؟ مكتوب ياما، وده بقى اللي ملناش يد فيه. يا رب يا رب استرها علينا ولا تفضحناش لك لحبيبك النبي. انت يا بيه، انت يا بيه اللي نايم ولا في دماغك كل اللي بيحصل لي؟ يا باشا يا بتاع الحق والعدل، قوم اصحى بقى قوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه، ما هو انا العفريت اللي جايبه لك الست الهانم البلسم اللي قاعده بره دي بس علشان تشلني وتنقطني وتخليني اشد في شعري ليل نهار لحد ما هنحب. صباحنا وصباح الملك لله. يلا اديني بقى بالطريحه بتاعتك انت كمان، ما انا اصلي ناقصاك. جرايا يا بشاير، بريحه البصل اللي مالكها الصبح دي جراني خلاص، ما بقتش قادره استحمل. هو انت ايه يا اخي، متجوزني تخليص حق ولا حد مصلتك انت وامك لحد ما تجيبوا عجلي؟ يا رب. بتقول ايه؟ بقول يا رب صبرني. الصبر ذات نفسه لو عاشر الست الوالده اللي قاعده بره دي مش هيستحمل. انا حليها منها ولا من ابنها؟ يا بشاير كفايه بقى، مش كل يوم بنصحى لما والده. انا خلاص اتخنقت وطيقت وما عدتش طايق، خلاص اتخنقت يا بشاير اتخنقت. طب انا عندي لك حل كويس قوي هيريحنا احنا الاثنين، انا همضي لك ورق على بياض واتنازلك عن كل حقوق، بس اعتقوني بقى الوجه اللي يا خلاص امضي الورقه وحطيها في الدولاب، اكيد هنحتاج لها. غيروها تاني؟ لا برروها تاني، الحكومة برا عندي. يا نهار اسود، وانا عندي كمان شغل مهم. شغل مهم ايه؟ بقولك الحكومة هنا هيسمعوا البنسون وياخدوا البنات. كله يظبط مكانه. يا لهوي، بقولك هيسمعوا البنات وياخدوا البنسون. الحالات دي جاية وسط جدعانة. جدعانة ايه؟ الحالة دي بتبقى جدعانة كلها. هتضيعني يا بطاطا، تعالى هنا. Thank you.
كبرنا هتقطع بينا. اتفضل شاي. الود بين الأحبة موصول يا شاويش محمد. طمني ابنك اتعين في الداخلية ولا لسه؟ البركة في دعوات الحاجة. دعوات الحاجة برضو؟ وانت يا كبرنا حلوين. الله حلوين 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 حلوين. أي حاجة يحتاجها تجيلي نعناية الجوز. بقولك ايه يا كبرنا، الفلوس دي كانت متشالالك في الأمانات وأنا قلت أجيبها لك بنفسي لحسن يقلبوها لك وما بيسلموك الحاجة. أنا عارف إن أنت طول عمرك نزيه ومش هتسأل في المواضيع اللي زي دي. اتفضل يا كبير. الفلوس دي خليك ورجالة زي ما أنتوا زي ما أنتوا زي ما أنتوا. الفلوس دي يا شاويش محمد للرجالة هنا، لكل الرجالة، وأي حاجة يحتاجوها أي حاجة رقبتي سدادة. أصل يا كبير وكل شهر هيوصلك زيهم. طول عمرك كبرنا يا فندينا. حلوين حلوين حلوين. مبور 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 يا فندم. تمام. لا دي حركة حركة حلوة. عفوا يا باشا. خد يا تسلم يا باشا. الله يقول لي يا مغاوري هو امورنا يا باشا. ايه حكايه الحبايه اللي انا لقيتها في جيبك امبارح؟ حبايه حبايتي يا باشا. بجد انا مش عاوز اذيك، انا عاوز اذيك بجد. كنت طلعت الحبايه دي من جيبك في وسط الاسم امبارح وركت عليك الاسود من الاسود، لكن انا حبيتها بمزاجي. صح يا باشا، انا هحاول سعادتك. بص يا باشا، انا الاسبوع اللي فات ده كله ما نمتش فيه غير ساعتين، وبعدين سعادتك عارف بقى هم البيت ودوشه العيال، وبعدين الواحد لو غفل نص ساعه يروح في 60 ده يا باشا، ما سعادتك فاهم. فنص حبايه من ديت بتخلي الواحد يبقى مركز كده يعني يا باشا. يا نهار اسود، حتى الحكومه بتضرب، ما حدش من الهم خاله يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه عفريت؟ هي كلمة ملهاش اخت. شيلي كرامة من نفوخك ولملادتك جوه حنكك وضفري لسانك بعقدة وشنيطة. انتي مرات اخوي وهي مرات ابني، وعايشين مع بعض تحت سقف واحد في بيت ملوش غير ست واحدة بس، أنا ضاوية أبو سنة. خش يا كرامة، حبي على راسها يا شوق. لم نفسك كده وانت واقفة تصرصري، هتغرقي البيت. افتحي الباب. ضرايب بنت المعلم لفظ بدر الله. ما تاخذنيش يا خال، للضروره احكام. ده اسمه كلام برضه يا بدران؟ ايه اللي اخرك كده؟ ده انا قلت حاجه ليك هنا. اصلا انا كنت بادي واجب انساني لابد منه. انساني؟ انساني وقطع عنواني. ده يوم تتاخر فيه برضك، ده احنا مستنيين اليوم ده فارغ الصبر. ما تقلقش يا خال ما تقلقش. ما تقلقش ده ايه؟ الضابط اللي جوه بيقول انه هيخرج من هنا. ضابط ايه بس؟ اتقل. دفعه. اهلا يا متر، تحت امرك. راح فين ابن المكسوعه ده؟ اكيد بيقلب عيشه يا خال. عايزك تعرف لي خط سير المعلم خميس افندينا، وتعرف لي كمان ايه اخبار كشف المدرية. خميس افندينا مين؟ افندينا اكبر تاجر مخدرات اللي حبسوه ظلم يا ولده. هما مش هيخرجوه من هنا برضك؟ لا، ما هو لازم ياخدوه الاول على المدرية عشان يكشفوا عليه، يعني يشوفوا عليه احكام تانية ولا لا.
كبر كله كلام فاضي. وعلى ايه ده كله؟ مش كفايه 7 سنين ظلم وافتراء؟ خلاص يا خال، الناس ما بقاش في قلبها رحمه. لا مؤاخذه يا خال، ثانيه واحده، حفير ابن الملسوعه ده تاني اكيد برضه بيقلب عيشه يا خال. ما تعزم على حصول بسجاير ولا حاجه؟ اه ماشي حاضر. ايوه معاك سيجاره مش رابش في الخدمه. يعني ال20 جنيه هم اللي في الخدمه؟ طب اسمعي، مسي على الصلب شير بالشريط من اللي معاك، ورش رشه حلوه على اللي حواليكي برضه. اه هي كام ساعه بس اخلص المصلحه انا فيها دي، وبعدها اجي لكم جري عشان اخرجكم. يا البلد سايبه، بلد فيها قانون. واجب انساني برضك؟ لابد منه. هات يا جمايل يا رب. يا ست كرامة معقولة كل الخط ده ومش سامعة؟ يا بنتي وحشك. ها بتحبيه قوي قوي بالشكل ده؟ ان شاء الله هيرجع بيته ويدفى فرشته ويغسل عينيه بطلتك الحلوه من تراب السجن. قول يا رب. مش انا قلت لك الست ضاويه هتاخد لك حقك تالت ومتلت؟ ما انت عارفاها بتشيب العيل في بطن امه، وبعدين هي اصلا مستحلفه لتلف لسانها حوالين رقبتها وتحزمها بيه وترقصها في نار جهنم ان شاء الله عشان يحرم يلدغ زي العقرب كده في البشر. عتب على عتب. سبارس سبارس يا كده افتكرت يا معلم. انت قد مش كنت خرجت ورجعت وانا ليه بطفى غيره؟ يا دي انت ايه جاحد؟ عيالك ما بيوحشوكش؟ يا رب اسمه كريم. ده كريم يا رب، هو احسن برضو يتربوا بعيد عنك، دي خلقه تربي نشأة. وعلى فين العزب ان شاء الله؟ لا ده لفه طويله، ايش مخدرات وايش ابن عام وبين عنان اللي هكون هربت الفلوس بره البلد. ده انت جاي منوعات بقى. اه طب خد امسك خلي دي معاك. لا خيرك 7 سنين معلمين. ياد رزق ياد ومكتوب لك ياد، خد ياد ما تقطعش. طول عمرك حنايه يا سيدي المعلمين. والدنيا بره عامله ايه يا سبارس؟ ملطاشه يا سيدي المعلمين، والناس بقت معشقه في بعضيهم ومحدش فاهم حاجه خالص، واصعب حاجه اني ما عادش في المزاج. ايه الدنيا بقت صعبه؟ خد امسك انا هطيب لك مزاجك. لا لا ايه ده عدوي واخناتون مفيش حاجه، مفيش حد غريب. خد يا الله. اي صنف ده يا معلم؟ صنف ايه يعني؟ مزاج الخير طبعا، وفي غيره مهما الدنيا تتغير لا يمكن يتغير ولا ريحته ولا لونه ولا ميزانه. طول عمرك على اديب وسيد المعلمين. يلا يا حنان. يتوب علينا ربنا. ادي ساعتك وادي سلسلتك وادي خواتمك وادي يا سيدي مفاتيحك وادي محفظتك. الله، مين دي يا فندينا؟ رمانة. مراتك؟ مراتي في حد بيشيل صورة مراته برضه يا جويش؟ على قولك، ده ايه بفال عفش؟ بقول لك ايه؟ أنا اديني فلوس لسويش محمد، وكده يبقى أمان يا فندينا. وصلت وصلت.
شكريم ما تنساش حد قابل يا فندينا. ده رزق ويروح لاصحابه، هي دي الاسمة. بالحضن بالحضن يرجع رجال. توحشونا رجالة، يتوب علينا ربنا. اوعى تقول لي انك جاي تودعه. اسر يا منصور، انت في طار بايت بينك وبين خميس افندينا. لو انت سادة يا فندم، ده ادمان اكتر منه طار. طب وعليه يا سيدي ده كله؟ اللي زي ده موجود منه كتير. اللي زيه تخاف منه، لكن غيره بنعرف نجيبهم بسهولة. الدنيا مليانة بلاوي، والبلاوي مفيش اكتر منه، زي الرز. بس السوس بياكل فيه، انما ده رز ابيض متساوي على البخار، يعني تشم ريحته قبل ما تشوفه. ده انت معجب بيه قوي افندينا. لو قريت ملفه اكتر من 100 مره مش هتعرف تخرج منه بجمله واحده مفيده. واحد كان بينه وبين حبل المشنقه مفيش، وفجاه وبقدره قادر ينزل الحكم 7 سنين. مش هتعرف محام وحظ متهم. هو ده اللي خلاك تسيب كل حاجه وتيجي ورا البيت هنا. في ريحة خطر يا فندم بيهدد خميس، خصوصا ان نوح ما اتهموش، يعني في تربايت. ده غير ان نوح استولى على البيت ورجع اهله تاني لشغل الشارع والشغل الشعبي والقطاعي، ودي فرصة يا فندم نلم الغلة ونخلص من كل الوغش ده مرة واحدة. تمام يا فندم، خميس خلص الاجراءات وخرج.